أهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء في ظلال الحصة 16 من حصص اللغة العربية للثامن في مسلسل التعلم عن بعد في رحاب المدرسة الفلسطينية، فكونوا معي. أجب، ضع كلمة نعم أو كلمة لا أمام ما يلي. الجمل في العربية على نوعين، الإسمية والفعلية. صحيح، الجملة الإسمية تبدأ بالإسم كقولنا عمرو مطيع. جميل، الجملة الفعلية تبدأ بالفعل كقولنا يكتب ماجد واجبه بجمال. هو كذلك، يكتب هو الفعل، ماجد فاعلة أو ماجد فاعل، واجب مفعول به. صحيح، لكن هل يأتي الفاعل في صور مختلفة بعد فعله المناسب؟ ما أشهر تلك الصور التي يأتي عليها الفاعل بعد فعله؟ إلى تفاصيل أوفى في رفقة الأمثلة الآتية والجدول التالي. قواعد صور الفاعل، إلى هذا الجدول اللطيف نوجزه بهذه العناوين: الجمل، الفعل، بناؤه، فاعله، نوع الفاعل، إعراب الفاعل. فلنمسك بذراع المثال الأول بلطافة. نعم، يبحث المرء عن النجاح. الفعل إنه يبحث، وهذا الملون بالأحمر. أين فاعله الذي قام بالبحث عن النجاح؟ إنه المرء. فما بناء الفعل على ذلك؟ إن الفعل يبحث على ذلك علم فاعله، فبناؤه على ذلك للمعلوم. ما نوع الفاعل المرء على ذلك؟ نوع الفاعل المرء على ذلك إنه اسم ظاهر. من يعرب لنا المرء سنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إلى المثال الثاني، النجاح يتوقف على الأخلاق. أين الفعل المطلوب؟ إنه يتوقف. وأين فاعله؟ إن فاعله ليس موجودا هكذا أمامنا. النجاح يتوقف على الأخلاق، فاعل يتوقف غير ظاهر، لكننا سنقدره بقولنا النجاح يتوقف هو على الأخلاق، والضمير هو على ذلك، هو الفاعل. النجاح يتوقف هو، الفاعل هو، هذا الضمير يعود على النجاح. النجاح يتوقف على الأخلاق، فاعل يتوقف، إنه هو. وإذا كنا قد علمنا فاعل يتوقف، فما بناء يتوقف على ذلك؟ بناء يتوقف على ذلك للمعلوم. ما نوع الفاعل هو؟ نوع الفاعل هو على ذلك ضمير مستتر. من يعرب لنا هو سنقول هو ضمير مستتر مبني على ماذا؟ على الفتح. إننا نقول هو هكذا في محل أو في محل رفع فاعل. إلى المثال الثالث الأخير، يمكننا أن نقول أنت قرأت سورة الرحمن. أين الفعل المطلوب؟ إنه قرأ. وأين الفاعل؟ إنه تاء الفاعل. أنت قرأت، هو كذلك. وإذا كنا أيها الأعزاء قد علمنا فاعل قرأ، فما بناء قرأ على ذلك؟ بناء قرأ على ذلك للمعلوم. ما نوع الفاعل تاء الفاعل على ذلك؟ نوع الفاعل تاء الفاعل في قرأت، أو التاء في قرأت على ذلك، إنها الفاعل. ما نوع تاء الفاعل على ذلك؟ سنقول هي ضمير متصل. من يعرب لنا التاء تاء الفاعل في قرأ من قرأت، أو من يعرب لنا التاء تاء الفاعل في قرأت بعموم، سنقول والتاء تاء الفاعل، ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. جميل. القاعدة، يأتي الفاعل على صورتين، هما الاسم الظاهر مثل الإنسان في قوله يعمل الإنسان نهارا، الضمير وهو يأتي على صورتين أخريين أيضا كالتالي: المستتر كالضمير المستتر هو بعد الفعل يتوقف، والتقدير يتوقف هو.
المتصل، ومثال ذلك تاء الفاعل المسندة إلى الفعل قرأ، فيصبح الكلام قرأت أو قرأت. أجب أخيرا بطريقة الجدول بنفسك، حدد الفعل والفاعل ونوع الفاعل أيضا فيما يلي: يرى أديسون تجاربه غير الناجحة محاولات جادة إلى النجاح، أديسون تعلم منها أمورا جديدة ساعدته على التفوق، يا ولدي أردت منك أن تكون ذا عزيمة مثل أديسون. هذا هو الجدول المناسب. أجب عن العبارتين الأخريين بنفسك. أخيرا أستودعكم الله أيها الأعزاء، لكم مني أرق المنى.